للحديث أكثر عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في سوريا وتوقعات بأزمة أكبر خلال السنوات القادمة بحسب تقرير للمخابرات الأمريكية، ينضم إلينا عبر الهاتف من غازي عنتاب التركية الباحث السياسي السوري الأستاذ حسن النيفي. أستاذ حسن، بداية مرحبا بك. في تقرير للاستخبارات الأمريكية توقع استمرار الصراع والأزمات الإنسانية والتدهور الاقتصادي في سوريا، إلى أي مدى ترى أن الواقع ينبئ فعلا بما ذهب إليه تقرير CIA؟ تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة الرافدين، وكل رمضان وأنتم بكل خير. تشير مجمل المعطيات الآن على أن لا يوجد أي انفراجة قريبة فيما يخص الأزمة السورية، وخاصة في ظل المواقف الدولية التي لم تتغير. فالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بفعل قانون قيصر هي، وخلال الجلسة التي تمت يوم أمس خلال الكونغرس واستمعوا خلالها إلى أكثر من شهادة، فتذهب كل التوقعات إلى أن الضغط الأمريكي سوف يستمر على نظام بشار الأسد، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تربط الملف السوري بمناهضتها للنفوذ الإيراني داخل سوريا. وطالما أنه لا يوجد أي تغير على هذا الملف، فلا أحد يتصور أنه ستكون هناك تغييرات أو انفراجات فيما يخص الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي على نظام بشار الأسد، وخاصة أن هذا النظام هو لا يعطي أي فرصة أيضا لأي انفراجة، طالما أنه يعني لا يقدم على أي خطوة جدية تجاه العملية السياسية ولا أي خطوة تفاعلية من شأنها أن تنبئ بانفراجة سياسية. واقع الحال أن نظام بشار الأسد لا يفكر كثيرا، يعني الآن هذا النظام لا يشغل نفسه كثيرا بما يعانيه السوريون على الأرض، ولا كذلك يهمه كثيرا إن كان قد استعاد السيطرة على باقي المناطق سواء شرق الفرات أو في مناطق درع الفرات التي سيطر عليها الجيش الوطني الذي ينسق مع تركيا. هو الآن بمؤازرة مواليه الروس والإيرانيين يحاول أن يمرر بالدرجة الأولى الانتخابات التي يتوقع أن يجريها في الشهر القادم، ثم بعد ذلك أيضا لا يتوقع أيضا أن يكون هناك نوع من التفاعل الجدي للنظام في اللقاء المقبل للجنة الدستورية المزمع عقده فيما بعد شهر رمضان. هذه الأوضاع السياسية بطبيعة الحال لها انعكاساتها الخطيرة على الوضع الاقتصادي الذي يعانيه السكان السوريين. إلى أي مدى أستاذ حسن ترى أنه يعني أو هذه الأوضاع تؤثر في المنطقة على تموضع القوى الفاعلة في الأزمة السورية، ومن ثم على الموقف لموقف النظام السوري ودعمه؟ يعني واقع الحال كما قلت قبل قليل، النظام لا يتفاعل مع أوجاع الناس، مع أوجاع السوريين، لذلك كل ما يعانيه السوريون الآن هو بواد، والنظام يفكر بواد آخر. النظام يعمل بالدرجة الأولى على إعادة إنتاج نفسه واستمراره في السلطة بمؤازرة القوى التي تسانده، الإيرانيون والروس. لذلك الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي تسوء يوما بعد يوم، والآن ربما يعني حياة المواطن السوري أصبحت في خطر شديد. بالتأكيد لهذه الأمور لها انعكاسات وتداعيات، وخير دليل ما حصل في الماضي يعني منذ عام 2011 وإلى الآن. هذه التوقعات تذهب بالأمور لمزيد من التأزم في سوريا، يعني إلى أي مدى تتوقع أن هذه الأوضاع ستكون انطلاقا أيضا لمزيد من اللاجئين نحو أوروبا؟ نعم، يعني هذه الانعكاسات كلها لها تأثير مباشر على السكان، سواء السكان في الداخل السوري أو الذين يعيشون في مخيمات النزوح. فيما أعتقد النزوح نحو أوروبا بدأت يعني معالم وتموضعه واضحة، لا يوجد هناك يعني حركة نزوح متوقعة، لأنه يعني نظرا لقدرة الناس، يعني نحن لا يجب أن لا نتصور أنه من السهل على المواطن السوري أن ينزح باتجاه
أو أن يهاجر باتجاه أوروبا. من يستطيع أن يهاجر هاجر منذ العام 2014 وحتى نهاية العام 2018. الآن الحدود مغلقة والهجرة إلى أوروبا ربما تكلف يعني مبالغ لا يقدر عليها الناس الموجودون داخل سوريا. لذلك يعني المعاناة أصعب يعني أعلى درجات المعاناة هي التي الآن يعني يعاني منها السكان الذين يعيشون في وخاصة في مناطق سيطرة نظام بشار الأسد. وجودهم في تلك المناطق لا يعني أنهم هم الذين اختاروا البقاء هناك، هم لا يستطيعون الخروج، لا يستطيعون الهجرة، وكذلك يعانون معاناة اقتصادية شديدة في ظل يعني استمرار نظام الأسد بانتهاج سياسة التجويع، سياسة الاعتماد على الحل الأمني، وبالتالي الإصرار الكبير الذي يبديه النظام على البقاء في السلطة. طيب أخيرا أستاذ حسن، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الدنمارك تسحب إقامة سوريين لإرضاء اليمين المتطرف في الدنمارك، كيف ترى موقف اللاجئين في ظل تصاعد اليمين المتطرف في أوروبا رغم كل هذه الظروف؟ المؤسف أستاذي الكريم أن العالم برمته لا يتعامل مع المأساة السورية وفقا للمعايير الإنسانية أو القيمية، وإنما يتعامل وفق المعايير المصلحية، معايير المصلحة. ولولا ذلك لما استمر نظام مجرم قاتل كنظام بشار الأسد في البقاء في السلطة طيلة 10 سنوات على الرغم من ارتكابه كل الجرائم. الآن ما الخطوة التي اتخذتها حكومة الدنمارك لإرضاء اليمين المتطرف في الدنمارك، هذا ما نتحدث عليه، يعني دائما الحرص على إقامة توازنات سياسية في البلاد على حساب مأساة السوريين. وهذه يعني خطوة تخترق كل قوانين حقوق الإنسان، يعني لا يوجد هناك قانون إنساني يتيح للحكومة أن تجبر لاجئ على العودة إلى بلاده أو إلى وطنه وهو بلد غير آمن. الزعم بأن سوريا باتت بلد آمن، هذا الزعم تكذبه كل الوثائق. الآن الوضع الأمني لا يطاق، ما زالت قوات نظام بشار الأسد تمارس القتل، تمارس الإجرام، بل لا أحد يجرؤ. يعني الآن اللاجئ المقيم في لبنان أو في تركيا على الرغم من قرب الحدود مع سوريا هو لا يجرؤ إلى العودة إلى بيته. النازح الذي يقيم داخل سوريا في خيمة هو لا يجرؤ بالعودة إلى قريته أو بلدته خوفا من بطش النظام. فأما أن تجبر اللاجئين المقيمين في الدين في الدنمارك أو في سوى إلى العودة إلى بلاد، هذا معنى ذلك أنك تدفعهم إلى الموت وتهديهم قرابين إلى نظام بشار الأسد، إما سيقتلهم وإما سيضعهم في السجون. شكرا جزيلا لك. من غازي عنتاب الباحث السياسي السوري الأستاذ حسن النيفي، شكرا لوجودكم.